عبد الكامل بوكسار اي جمعيه اجدير لتعليم اللغه الامازيغيه ونشر ثقافتها وتراثها. كننظموا هذا النهار هذا احتفال بعيد يناير الذكرى 1973، وهي السنه اللي كتجي بعدها 950، يعني تقويم الامازيغي كنشدوا التقويم الميلادي وكنزيدوا عليه 950، يعني 2023 تنزيدوا عليها 950 كتعطينا 1973. وتخلت في خلال هذا اليوم هذا المعرض للكتاب الامازيغي وعرض ديال الماكولات الامازيغيه وعرفنا بالثقافه الامازيغيه. وتجمعنا اليوم باش نحتفلوا بالرأس السنة الأمازيغية اللي هي سنة قديمة جدا، والمغاربة كلهم يحتفلون بهذه السنة، من يسميها حجوزة ومن يسميها السنة الفلاحية ومن يسميها كذلك الناير، لكن هي في الحقيقة هي التقويم، سنة التقويم الأمازيغي. ونحن سعداء في حدة محطات احتفلنا بالسنة الأمازيغية. أسبقى زمينو أسبقى أمباركي أزول في الله كان داكل. شكرا بخصوص السنة الأمازيغية ونكوني السنة الأمازيغية على سنة احتفال كوسكواس رد احتفال إلا هاد السنتين اللي فاتوا اللي يزرين برغي يجي كورونا هذه السنة احتفال. أما دائما نسكن الاحتفال يقول قنية طراز كير قل المناطق يضمين إلى آخر مهم جمعية تفسوت هاد الحدث ما دائما كتديرو كتحتفل به وكد سميتو كتعطي قيمه باش المغاربه يعرفوا بان هاد الحدث هذا راه التقاليد ديالهم وفي التاريخ ديالهم منذ قرون، منذ ان اعتلى اول الملك الامازيغي عرش الفراعنه 1950 قبل الميلاد. اذا هاد الحدث هذا ماشي وليد اليوم، اذا راه تقاليد قديمة عند المغاربة، شي كيسميه حجوزة شي كيسميه رأس السنة الفلاحية، ولكن الحقيقة هو أن رأس السنة الأمازيغية هي عندها سميتها تقويم تاريخي عبر القرون. كان في القديم كان الصراعات ما بين الإمبراطورية الأمازيغية مع الفراعنة، وفي الساعة كانت العاصمة ديالهم هي ليبيا. وإذا هذاك العام انتصر شيشنق الملك الأمازيغي على الفراعنة واعتلى العرش ديال الفراعنة، أول ملك أمازيغي اللي هو شيشنق. وهذا الحدث تيرجع كما قلت قبيله ل 950 سنة قبل الميلاد. التقويم ديالنا دابا ملي كنقولوا 1973 اللي بعدين تيلقاو داك الشيء يستغربوا، مي هذا الشيء راه قديم في التاريخ. غير المشكل كان مهمش مع المهم تمزغه هي شمال افريقيا، هي بلد الامازيغ، عرفت بزاف ديال الحروب ديال القوات الخارجيه اللي شيئا ما همشوا هذا الحدث هذا وما كانش تعطيوه القيمه. وداك الشيء دابا مع الامكانيات اللي كاين دابا راه كنحاولوا، وخاصه في المغرب منذ ان ترسمت اللغه الامازيغيه في الدستور المغربي وزاد هذا الشيء الحدث زاد قوه. المغاربه تقريبا كاع تيحتفلوا به. انا كنقرا فيها تيفينا حروف تيفينا الزاي، خاصه ذاك حرف الزاي تلقاه عند الباقي حتى الناس دابا في الاطلس عندهم مواتنا جداتنا وكل شيء كان عندهم هذاك سميتو في حناكهم في وجبيتهم وفي قرجوتهم، دونك هذوك الحروف تيفينا. اذا هذاك تنقراها بان كانت غير تقليدي ما لا علاقه بالتشيدي. واش ممكن نعتبروا ان جزر الكناري جزء لا يتجزأ من تمزغة؟ عن طبيعة الحال برقة في ليبيا طبيعة الحال. اولا بعد كلمة كناريا هي جات من كلمة تكناريت هي الزعبول كما تنقولوا بالدارجة، هي ولكن تنقولوا كلموس النصارى. المهم الزعبول تكناريت بالامازيغية. اذا هذوك البلاد سميتها كناريا، دونك كناريا هي بلد أمازيغية، بلد تمازيرت تكناريت. بطبيعة الحال هذوك بلد أمازيغية وهي من الأمة الأمازيغية
بالنسبه لنا احنا الامه الامازيغيه تمتد من جنوب مصر سوى الى 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 الى, إلى شمال نيجيريا. اذا الامه الامازيغيه راه كبيره ومع الاسف تقسمات وتشتت، ولكن نتمنوا ترجع الامه الامازيغيه المجد ديالها والكرامه ديالها. وشكرا بزاف وتنميرت بزاف.